كيقولوا لي مات في الحبس ديال المايا في ليبيا، كيقولوا لي مات في الحبس وما شفتش انا شي شي. كيقولوا لي الناس اللي كيقولوا لي ولدك راه هو مفقود، كيقولوا لي هو كان في الحبس ولد عمو جا قال لي خرجوه مريض من اللي مشى عنده 20 ودركوا عامين باش اختفى. هو كان في الحبس ديال مايا وكانوا مع الدراري كاع جاوه، هو خرجوه مريض ما كيعطيهمش ياكلوا، ما دايرينهم من الارض ما فرشينش وعريانين حفيانين وكيسقطوهم وكيعطيهم قال لك خبزه في النهار. جيت على قبل ولدي، وهذا ولد جيران 3 سنين ونص، هادي مشاو لليبيا فراسنا مشاو يخدموا حتى غبر لهم الاثر. واش غنقول لك اوليدي، عمينا من العينين تشوينا على وليداتنا، بغيناهم حنا غير نعرفوا ميتين حيين، عرفنا لا ميتين لا حيين. 15 يوم تيهضروا معانا تما تقطع الخبر ديالهم، ما قالوا لنا ما والو. هذا الشيء اللي كاين وليدي، حنا بغينا ولادنا يا حيين يا ميتين، بغينا نعرفوهم ونطلبوا من الله وسيدنا يتعاون معنا على وليداتنا، نعرفوا على اخبارهم يا ميتين يا حيين. خرج دابا كنا عام وشي غادي في 7 شهر، غاديين العامين. دابا كان عنده دابا طالع دابا عنده 26 عام ايوب حمديني. ومشاو هما من القريه وجاو خرجوا من الرباط. هما كانوا شحال 16 ومزيودين عليهم شي وحدين. وليداتنا من قلعه السراغنه والنواحي 25 شاب مشات لحد الان حتى واحد ما بان، الى ميتين الى حيين. وبغينا نطالبوا من المسؤولين باش يعاونونا ويعاونونا ويعاونوا، دقينا كاع الابواب لا في القلعه لا في القلعه لا في النواحي لا ما خلينا تجينا. خرجوا نهار 15/10/2020 هما مفقودين من الداخله، من الداخله من المناطق الجنوبيه من الداخله اتجاه لس بالماس. ولحد الساعه لحد الان ما صنا حتى شي واحد ليد لينا ليد المساعده ويعاوننا على وليداتنا. كاينين ولكن جاوا وما داروا معاهم حتى شي حاجه، حتى حل ما داروا معاهم. مهرب كان بسميته مهرب وجا مني اتصلنا به وعطيناهم الاسم ديالو، عيطوا ليه من الداخله وجا لعاد الامن ديال القلعه. ولحد الساعه ما بانت لينا حتى شي اخبار، ما بان لينا حتى شي وضوح.